بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الساعة المباركة، في هذا المكان المبارك، في هذا الشهر المبارك، شهر الله الحرام، في شهر ذي القعدة، ونحن نودع هذا العام الهجري ونستقبل شهر ذي الحجة حتى نتفيأ وحتى نستذكر ذكريات شهر الله الحرام. الحج كانت من المحاسن التقدير الإلهي أن تعلن أخت لنا من كرواتيا إسلامها في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب. قولي أختي ورائي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله، مبارك إن شاء الله. ما شاء الله، مبارك مبارك. أسأل الله عز وجل أن يثبتها وأن يتقبل منا جميعا، وأن يعيننا على الخير، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. مبارك مبارك.